سيد الجبري، مساء الخير. من جانبكم هل تؤكدون أو تنفون وصول هذا السفير الإيراني إلى صنعاء، السفير الجديد؟ شكرا جزيلا. الحديث عن وصول سفير إيراني لست أولا عندما أتحدث أنا أخي صحفي لست أؤكد أو أنفي أو أتحدث باسم جهة أو مكون سياسي أو حتى الحكومة، إنما أتحدث برأي سياسي، هذا أولا. ثانيا بما يخص وصول السفير الإيراني، هو إعلان إيراني، وحتى الحوثيون لم يؤكدوا مثل هكذا معلومة. وبرأيي أن الحكومة الشرعية تعتبر وصول سفير إيراني عن طريق التهريب أو بوسائل غير شرعية أو تعامل حتى مع الحوثيين هو مثل أي قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني جاء لدعم الميليشيا الحوثية، ولا يختلف، بل هو مثل أي الخبراء العسكريين الذي تستخدمهم الميليشيا الحوثية لإطلاق الصواريخ البالستية أو لدعم العملية، سواء دعم عسكري أو دعم سياسي. وهذا الشخص لا أعتقد أنه يمكن أن يحدث تأثير على سواء على المستوى السياسي أو على المستوى أو على موقف الحكومة الشرعية. النقطة الأهم أن السفارة الإيرانية لم تغلق أبوابها منذ انقلاب الميليشيا الحوثية، وهي مستمرة في أفعالها أو في أنشطتها ودوامها، ويتواجد القائم بأعمال السفير منذ انقلاب الميليشيا الحوثية ولم تغلق. وربما انتهت فترة سفير معين أو تم تعيين سفير جديد، والأمر لا يختلف، بل يؤكد الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية وتبنيها باعتبار الميليشيا الحوثية أداة إيرانية لتحقيق هذه الأجندات وتعمل. وهذا يثبت أن اليمن تحت الاحتلال الإيراني بأدواته. طيب، قبل أن نعود إلى هذه التفاصيل، أنا أود أن فقط أن توضح لنا سيد الجبري، وأنت صحفي يمني قريب من الشرعية، ربما لديك تواصل مع بعض الجهات المعنية، إذا كان مطار صنعاء يعني متوقف الآن أمام رحلات الركاب، والمنافذ يفترض بأنها مراقبة من جهات عديدة بينها التحالف السعودي الإماراتي، ما هي التوقعات، ما هي الاحتمالات، من أين دخل هذا السفير؟ الحديث أو الإشارة إلى تخاذل أو تبني الموقف أن التحالف يمكن أن يتخاذل، فهذه أعتقد تتعارض مع المنطق بذاته أو مع الموقف السياسي المعلن والداعم والذي يثبت على أرض الواقع من ناحية تحالف الدعم الشرعية أنه يمكن أن يتهاون في مسألة كهذه، وتتصادم مع المنطق أولا قبل أن تتصادم مع واقع العمليات الإنسانية والميدانية والدعم الذي تحظى به الحكومة الشرعية من قبل التحالف. هذه نقطة. لكن من المحتمل أن يكون وصول السفير الإيراني ضمن الشخصيات الذي تم السماح لهم به أو كانوا عالقين خلال الأيام الماضية في عمان وتم نقلهم مقابل الإفراج عن الرهينتين الأمريكيين في عمان وبدايا رفعت الثالث قبل حوالي 4 إلى 5 أيام، ويمكن أن يكون السفير ممن تم نقلهم بالطيران العماني خلال الأيام الماضية، وهذا ما يجب أن يتم التأكد منه. وإذا ثبت ذلك ستكون أولا فضيحة للوسطاء الذين تدخلوا في هذا الملف، وستكون أيضا ربما نقطة توتر في إطار العلاقات الخليجية إذا ساهمت عمان في هذا في نقل السفير، أو أن إذا ما دخل بالتهريب فهذه نقطة أخرى، إذا تم تهريبه عبر السفن أو مثل ما يتم تهريب الأسلحة والمواد وأجهزة الاتصالات الحديثة وتهريبها للميليشيا الحوثية ودخل كمهرب، لكن هذا ليس سفير وإنما هو مهرب، يعني كمثله مثل أي قرصان أو أي قبطان في سفينة، ولا يمكن أن يعتد به سفير أو يعترف به سفير. كانت إيران غنية عن مثل هذا الإعلان، وتستطيع أن تنصب واحد من الخبراء الإيرانيين في صنعاء وتقول أنه سفيرا لها في صنعاء. يعني الحقيقة إذا كان سفير جديد لإيران يصل بهذه الطريقة إلى صنعاء، فعملية إيصال الأسلحة إلى صنعاء أيضا ليست بالأمر الصعب فيما يبدو، أليس كذلك؟ خلال الفترة الماضية كان هناك ضبط عمليات شحنات كبيرة بالأسلحة ضبطت إما في سواحل المهرة أو في سواحل اليمنية
القوات البحرية الأمريكية ضبطت عدة شحنات أسلحة خلال الفترة الماضية، وهذا ما يؤكد تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيا الحوثية. وضبط عمليات التهريب أعتقد أن الميليشيا الحوثية وسائل استطاعت التحالف الحد منها وعمل النجاح وضبط عمليات التهريب. وشاهدنا قبل حوالي أسبوعين ما تم ضبطه عن خلايا التهريب التي تم ضبطها في من قبل قوات الخبر السواحل اليمنية، وأيضا من قبل التحالف، وأيضا من قبل البحرية الأمريكية. وهذه الجهود كلها تتكامل من أجل الحد من عمليات التهريب، ومع ذلك بقاء الميليشيا الحوثية وسيطرتها على ميناء الحديدة يشكل خطر على الأمن في اليمن، ويشكل لها منفذ لتهريب الأسلحة. نحن نؤكد أن أو نستطيع أن نقول أن استمرار الميليشيا الحوثية بقوتها ووصول واستخدامها لأسلحة حديثة مما نشاهده في إعلامها وتعلن عن بأسلحة حديثة لم يكن يمتلكها الجيش اليمني يؤكد تدفق عمل تدفق الأسلحة للميليشيا الحوثية، وأن البحر لا يزال منفذ رئيسي، ووجود الميليشيا الحوثية على امتداد جزء كبير من الساحل اليمني يؤكد أن الميليشيا الحوثية لا تزال تتلقى الأسلحة، بل يؤكد أيضا أن اتفاق استوكهولم لا يزال سبب أو عائق أمام تحرير هذه المدن الساحلية ومنها مدينة الحديدة. وعلى الجميع أن يعمل لإغلاق هذه السواحل كونها تمثل تهديد واستمرار لعملية تدفق الأسلحة، وأيضا تهديد ليس لأمن اليمن وإنما لأمن الجوار، كون الأسلحة التي تدخل ليست أسلحة فقط تستخدم في المعارك الميدانية، بل صواريخ بالستية وطائرات مفخخة بدون طيار يتم إدخالها كقطع وفقا لتقارير الخارجية الأمريكية. طيب سيد جبري، يعني السفير الإيراني السابق نعلم أنه غادر في 2015، السفير الجديد الذي وصل للتو هذا سيجعل ربما إيران تتحكم أكثر في ربما توجيه ورعاية الحوثيين، وستتحكم أكثر أيضا في مستقبل العاصمة اليمنية صنعاء. كصحفي يمني، ماذا ترى الآن على اليمنيين وعلى الشرعية تحديدا أن تفعل حيال هذا الدور الإيراني الظاهر الآن والمعلن؟ سابقا كانت إيران تتذرع بأنه لا علاقة لها بدعم الحوثيين، لكن الآن بعد إرسال هذا السفير في ظل سيطرتهم على العاصمة الأمر بات واضح للعيان. صحيح، أولا في خلال الأشهر الماضية إيران مكنت الحوثيون من اقتحام السفارة اليمنية في طهران وسلمتهم مقر السفارة وعينت قيادي حوثي واستقبلته كسفير، وهذا اختراق ومخالفة لكل القوانين والبروتوكولات الدولية، وهذا ما تم رفضه من قبل المجتمع الدولي بما فيه حتى مجلس الأمن. وأيضا هذا وكانت خطوة واضحة تؤكد أن إيران تعترف بالميليشيا الحوثية كدولة أو تعترف بها كأداة يمكن أن تستخدمها لتمرير مشاريعها وأجهزتها في اليمن. وما تمارسه الميليشيا الحوثية من عمليات تدفق الأسلحة، عمليات دعمها إعلاميا وسياسيا ولوجستيا ودعمها في المحافل الدولية حقوقيا، وكل الدعم الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية يؤكد أننا أمام أداة إيرانية أكثر مما هي يمنية. نحن كيمنيين نلاحظ ونشاهد على أرض الواقع أن الولاء الحوثي لإيران أولا قبل أن يكون لليمن، وإذا ما خمر الحوثي بأن يكون ولاءه وعمله وسياسته بين إيران واليمن سيختار إيران، وهذه مشكلة عندما تكون المشكلة عقائدية وفقا للانتماء العقائدي بعيدا عن المصالح الوطنية. وإلا فإن جهود السلام التي تبذل والتنازلات التي تقدر سواء من قبل التحالف والشرعية من أجل حلول من أجل الوصول إلى حلول سياسية تمكن الحوثيين من أن يكونوا مكون سياسي وطرف رئيسي في إدارة البلاد، لكنهم هدفهم الأساسي تحقيق الأجندات الإيرانية، تحقيق المصالح الإيرانية، وهو أيضا ما ترفضه الحكومة الشرعية، وذلك مستمرين في تعنتهم ورفضهم لكل جهود السلام. الحكومة الشرعية اليوم أمام خيار مهم هو الاستمرار في دعم الاستمرار في معركة اليمنيين ضد الميليشيا الحوثية، وأيضا التحرك الجاد الذي يضغط على الميليشيا الحوثية للخضوع لعملية السلام. الميليشيا الحوثية طبعا مجربة ولا تفهم لغة السلام إلا إذا كانت في موقف الضعف، أما إذا استمرت في موقف القوة ووجدت من يساندها
للأسف الشديد ستصادر حرية اليمنيين وكرامتهم كما تعمل اليوم، وتحول اليمن إلى يعني ما يمكن أن نسميه ولاية إيرانية. طب دعني أختم معك سيد الجبري، المثير هنا بأن الإعلان عن وصول السفير الإيراني الجديد إلى صنعاء يتزامن مع إعلان طهران انقضاء الحظر الدولي على تسلحها. إيران اليوم ربما باتت أكثر جاهزية لتحريك أذرعها في المنطقة وتصعيد ربما معركتها مع أعدائها بين ظفرين، أكانت السعودية أو الولايات المتحدة أو غيرها. ما التوقع الآن للساحة اليمنية باعتقادك مع إذا تنامى الدور الإيراني هناك؟ بلا شك أن اليمن حاليا تعيش وضع مأساوي وإنساني صعب جدا، البلد الأفقر في العالم والأكثر مجاعة والمتدني في كل مستوى الخدمات، وهذا ما تسببت به إيران وبعثت به للشعب اليمني. في حال انقضاء الفترة أو عدم تجديد أو ربما بما يخص بيع الأسلحة الإيرانية، للأسف الشديد هذا سيختم الميليشيا الحوثية ويمكن إيران من بيعها سواء بطرق رسمية أو غير رسمية. يعني سيشرعن لإيران مسألة إيصال الأسلحة للميليشيا الحوثية، وهذا ما لا يحتاج إلى دليل. يعني نحن اليوم نتحدث أن الميليشيا الحوثية تقتل اليمنيين بالأسلحة الإيرانية، تحاول أو تمارس كل أعمالها سواء من عمليات التضليل الإعلامي أو العمليات التنصت والأجهزة الحديثة التي تستخدم، وكذا أساليب التعذيب والأساليب المستخدمة لترهيب المواطن اليمني، جميعها وفقا لتوجهات إيرانية وبتوجهات وإشراف خبراء إيران. بل أن قرار الميليشيا الحوثية لا يناقش إلا مع الخبراء الإيرانيين وبتنسيق إيرانيين وبتنسيق إيراني وتواصل مع الاستخبارات الإيرانية. وشاهدنا في مفاوضات عدة سواء كان في ديل السويسرية أو في مفاوضات الكويت عندما كان وفد الميليشيا الحوثية يتفاوض في الداخل مع الوفد اليمني، ثم يذهب بعدها ليفاوض ليستشير قادة الاستخبارات الإيرانية المتواجدين هناك ليتحدث بماذا أو بماذا يطالب. وهذا ما يؤكد أن الميليشيا الحوثية يمكن أن نقول أنها خنجر إيراني غرس في صدر الشعب اليمني، ولا يزال الشعب اليمني يدفع الثمن حتى اليوم. وهذا الخنجر بحاجة إلى تكاتف وقوة أبناء الشعب اليمني والدعم أيضا المقدم من قبل كل الأشقاء والأصدقاء لتجاوز هذه المحنة. اليوم الدور المطلوب من كل السياسيين والإعلاميين في كل مختلف العالم، اليمن قضيته عادلة، الميليشيا الحوثية أداة معتدية، أداة إيرانية معتدية على حرية وكرامة الشعب اليمني. المساندة مطلوبة من الجميع، كوننا نتابع للأسف الشديد من يجر الخلافات في الأزمة الخليجية أو من لديه موقف من السعودية أو سياستها في أو وتعاملها أو سياستها سواء مع قطر أو مصر أو غيرها، يجر هذه الخلافات يستخدمها في القضية اليمنية في محاولة لإساءة السعودية. لكن المؤسف يا أخي العزيز أن هذا يسيء لليمنيين وقضيتهم العادلة ضد الميليشيا الحوثية، ويجعل منه ويجعل الحكومة الشرعية والشعب اليمني في موقف ضعيف وفقا لعملية انتقام من السعودية. نحن نوجه رسالتنا لكل الأشقاء والأصدقاء والسياسيين والإعلاميين والكتاب العرب أن يساندوا اليمنيين في قضيتهم العادلة. نحن قضيتنا عادلة، نبحث عن دولة الحرية جميل. والكرامة ودولة العدالة والنظام والدستور والقانون، لا نبحث عن دولة يمكن أن تسيدها الميليشيا الحوثية لتقسم اليمنيين إلى طبقات بين سيد وقبيلي أو سيد وعبد، ولتستخدم اليمن كولاية إيرانية لتحقيق المصالح والأجندة الإيرانية.